لتسليط الضوء أكثر على الجهود الحقوقية لملاحقة نظام الأسد في سوريا من خلال رفع الضحايا دعاوى قضائية بحقه، ينضم إلينا عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف. أهلا بك معنا سيد رضا. أسعد الله أوقاتكم سيدي الكريم. أهلا بك. بعد تأكد الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري، هل ترى جدية لدى المجتمع الدولي لملاحقة الأسد ورموز نظامه؟ ليس فقط من بعد الكيماوي، وإنما من خلال المجريات التي تحدث حاليا، فبإمكاننا القول نعم. فبعد أن خطت الخطوة الأولى ألمانيا في أولى محاكمات المتورطين، الآن تعلن أنها ستفتح الباب بشكل أوسع لهذه المحاكمات وملاحقة كل من له يد أو تورط في الدم السوري. فرنسا أعلنت مؤخرا بشكل شبه صريح بأنها ستتابع الملف الكيماوي، إضافة إلى قانون قيصر الذي تظهر تبعاته حاليا على كافة المستويات لدى النظام السوري. إذا كان قانون قيصر يعني الذي صدر في أمريكا قد شجع دول العالم للنظر في جرائم الحرب، فهل هناك جهود منظمة من قبل الائتلاف السوري لجمع شهادات، ربما شهادات الضحايا، من أجل تحريك دعاوى منظمة يمكن أن تؤتي ثمارها؟ نعم، حتى أكون منصف، ليس الائتلاف وإنما هي جهات حقوقية لناشطين وحقوقيين وقانونيين سوريين، سواء في الهيئات القانونية أو المؤسسات أو التجمعات القانونية. نعم هناك، وأنا ذكرت هذا الأمر عبر شاشتكم، هناك جهود كبيرة وعمل متقن بشكل فائق، الدقة في التوثيق القانوني لجرائم النظام على كافة المستويات، وهناك ملفات جاهزة بشهودها وإدلتها لتقديمها للمحاكم الدولية. يعني في خضم كل ذلك، يعني التحرك بالنسبة لمحاولات محاسبة النظام، أين هي المحكمة الجنائية الدولية؟ لماذا لا تتحرك؟ المحكمة الجنائية الدولية بحكم نظامها القانوني لا يمكن تحريك الادعاء فيها إلا في عدة حالات، بإمكاننا حصرها بثلاث حالات. الحالة الأولى هي إحالة الادعاء من خلال مجلس الأمن، وهذا الأمر نراه شبه مستحيل في ظل الفيتو الروسي، أو من خلال ادعاء دولي طرف في محكمة الجنايات الدولية، وسوريا هي ليست طرف في ميثاق محكمة الجنايات الدولية، فهي ليست موقعة على هذا الميثاق. الأمر الأخير الذي هو أن يباشر المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية التحقيق، وهذا الأمر يستحيل حاليا في ظل هذه الظروف. فلذلك نرى أن محكمة الجنايات الدولية معطلة، ليست من جهتها وإنما من عدم الإجماع الدولي على إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، التي لربما يعني يحتم عليها عدم التحرك إلا بهذا الإجماع. المحاكمات التي تنطلق في هولندا وألمانيا وغيرها لم تشمل في مذكرات الادعاء اسم الأسد، هل هناك محاذير سياسية برأيك تحول أو ستحول بين تطبيق العدالة الناجزة؟ أرى الأمر هو مسألة وقت فقط، عندما سيتم محاسبة الأشخاص تباعا الأزهر، فالأزهر إلى الوصول إلى رأس النظام، أو عندما تستشعر الدول، حتى الدول الداعمة للأسد، وأنا أيضا ذكرت هذا الأمر عبر شاشتكم الكريمة، عندما تستشعر بأن ورقة الأسد قد سقطت، حينها سيتم التخلي عنه وسيجد التهم جاهزة وسيجد محاكمته في أقصر وقت، وسيساق إليها بطريقة مهينة جدا، هذا الأمر متيقنين منه بشكل جيد. نعم، إذن عبر الهاتف من أنطاكيا الحقوقي السوري رضا سطيف كنت معنا، شكرا جزيلا لك.